أعتني جواب. لو عندنا واحد من الإخوة أخذ التليفون هذا وفتح قارورة الماء في الزمزم وبدأ يصب ويشرب، إيش نقول عنه؟ ها؟ فهمت الطريقة الآن؟ أو يأخذ هذا الجوال الأخ هذا وأنا أدق به ولا مدى، ها؟ إيش تقول عن الإنسان يدقها في جدار مسمار بهذا الجوال؟ يعني نص مطور يسميها مجنون، صح؟ مجنون، صحيح؟ طيب تمام، اسأل ماشي لماذا خلقنا؟ إيش يقول؟ والدليل وما خلقت الجن والإنس إلا كل الناس، أكثر الناس الآن يقولها المسلمين طبعا، تمام؟ لكن الإشكال ليس في الفهم والاستدلال، الإشكال في إيش؟ في التطبيق في العمل، مفهوم يا أخي؟ فالذي الآن يشرب أو يدق بهذا الجهاز المقال عنه المجنون، الذي يشتغل في هذه الدنيا بغير العبادة إيش؟ مجنون، صح؟ لأنك خلقت إيش؟ لتلعب، تأكل، تنام؟ لا، خلقت لغاية وهي عبادة الله سبحانه وتعالى، فإذا اشتغلت في هذه العبادة سعدت والله. ولهذا إخواننا لا تسمع بفضل الله أن أحد جاء مسجد النبوي أو المسجد الحرام أو أي مسجد من المساجد وانتحر، صح؟ لكن تسمع ملايين ينتحروا عند الملاهي والمراقص وأماكن لهم، صح؟ لماذا؟ لأنهم سخروا البدن في غير ما خلق له، مفهوم؟ إذا خلقت إيش؟ لغاية. رمضان النهار صار والليل طال، أكل قليل وعمل كثير وقراءة قرآن وصلاة تراويح وكذا، وتعمل في رمضان ما لا تعمل في غيره من الأشهر، صح؟ وترتاح في رمضان. وبعض الناس قال أتمنى أن تكون السنة كلها، لماذا؟ قال لأن أرتاح أسخر البدن فيما خلق له، مفهوم؟ أي نعم. فأنت خلقت لغاية، ليس الإشكال في الفهم لهذه الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لا، في العمل. طلاب الجامعة الإسلامية قدمتم إلى هذا المكان، معتمرين إخواننا قدمتم إلى مكة المدينة، ليس للأسواق، صح؟ وليس السعي وراء الأشياء وراء التجارة وراء كذا، لا، جئت لغاية، صح؟ عبادة الله سبحانه وتعالى، تشتغل بالعبادة تسعى، لا يعني هذا أنك لا تعمل، لا تضيع حياتك وراء الدنيا هذه، مفهوم؟ أي نعم، خلقت لغاية وهي عبادة الله سبحانه وتعالى، إذا اشتغلت بالعبادة سعيت والله. في نهاية المطاف محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، أخوانا أنت تظن طلاب الجامعة الإسلامية تظن محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى كان يلعب كورة؟ ها؟ تظن؟ لا والله، أعطاه ابن سعد تفاح، تفاح، أخذ التفاحة وراح بيته وما عرف إيش هذا، كيف تؤكل، كيف يصنع به، من؟ بن عثيمين. يقول من كان في الحارة في الحي، حي اللي يسكن فيه بن عثيمين رحمه الله بالقصيم، يقول كان محمد يمر بنا، ما هو شيخ ولا شيء، ولد صغير، يقول يمر بنا محمد ومعه الكتاب، ومعه الكتاب واحنا نلعب كورة، يا محمد يا محمد تعال نلعب كورة، هو حط الكتاب كذا كذا يمسك الكتاب، يقول ان شاء الله ان شاء الله، ما يلعب كورة. لا تظن ان هؤلاء العلماء وصلوا الى ما وصلوا اليه لايش؟ باللعب، لا اخواننا، جد اجتهاد مثابرة حفظ مراجعة، ما عرف التفاح اخواننا، لكن يعرف ايش؟ في الفقه كانت تسأله ما شاء الله. فأتيتم إلى هذا المكان لإيش؟ الغرض. بعض الطلاب يقول لي، يقول عندما كنت في بلادي قبل أن أقبل في الجامعة الإسلامية كنت أدعو الله يا رب يا رب يسر لي القبول في الجامعة الإسلامية، وتنظر ماذا أصنع بالمدينة، صح؟ أجد واشتهد حتى جاء هنا وراء كذا وكذا، لا
فخلقت عش لعبادة الله، اشتغلت بها. أنا أقول هذا الكلام لكم لا أقول للعوام، لأن العوام ينظر إليكم، هل تشتغل أنتم في الدنيا وفي الآخرة؟ هل تشتغل أنت طالب العلم في العبادة ولا غيره؟ وعندنا أحد كبار السن رأى طالب طلاب الجامعة في الشارع، قال طالب علم؟ قال نعم، عندي بطاقة الجامعة الإسلامية طالب علم. ما تعرف؟ قال لكن يا ولدي ما يظهر علي أثر طالب العلم. قال ليش؟ قال ما رأى في الصف الأول، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا ليس الإشكال في فهم الآية ولا الاستدلال بها، الإشكال في التطبيق في العمل. مفهوم؟ أي نعم. ومعنى يعبدون قال يوحدون، لأن العبادة هي التوحيد، لأن العبادة هي التوحيد. كل عبادة في القرآن هي التوحيد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا يوحدون، لأن العبادة لا تسمى عبادة إلا بالتوحيد. مفهوم؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يعني يا أيها الناس إيه؟ وحدوا ربكم. هذه العبادة هي التوحيد أصلا، والخصومة فيه ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أعبد ما أعبد. فهم؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هذه في أي سورة؟ البقرة. سورة البقرة. أول سورة البقرة الله سبحانه وتعالى قسم الناس إلى ثلاثة أقسام. بدأ أول بالمؤمنين، الله جعلني لكم من النار، وثنى في الكافرين، وثنى في المنافقين صلى الله عليه وسلم. تمام. ذكر أوصاف أهل الإيمان، ثم أوصاف أهل الكفر صلى الله عليه وسلم، ثم أوصاف أهل النفاق، وأعطاه الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن أمرهم يلتبس على كثير من الناس. ثم جمع الجميع الثلاثة بقوله يا أيها الناس، يعني من مؤمن وكافر ومنافق. هذا يا أيها الناس هنا أول يا نداء في القرآن هنا. إذا أول نداء في القرآن في هذه الآية. مفهوم؟ أول فعل أمر في القرآن، ترتيب القرآن، الفاتحة، البقرة، عمران، النساء، أول أمر في القرآن هنا إيش؟ اعبدوا، يعني وحدوا، أمر بالتوحيد. إذا أول نداء هنا بالتوحيد، وأول أمر أمر بالتوحيد، وأول نهي لهذه الآية أي فلا تجعلوا لله أندادا، نهي عن الشرك. أنا فيها أهمية التوحيد وخطر الشرك. إذا هذه الآية فيها أول نداء يا أيها الناس المؤمن وكافر ومنافق، اعبدوا أي وحدوا ربكم. لماذا؟ الذي خلقكم منفرد بالربوبية لابد أن تفرد بالألوهية، والذين من قبلكم، يعني ما خلق الذين من قبلكم لا خالق إلا الله، خلق الخلق. مفهوم؟ وأمدهم بالرزق. تمام. يا اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم ساق الادله عن كرامه سبحانه وتعالى بالربوبيه يستدل به على التوحيد الالوهيه، ثم ختم الايه بقوله تعالى فلا تجعلوا لله اندادا، من شبيه ونظير ومثيل. وانتم تعلمون ان الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالربوبيه لا بد ان يفرد بالالوهيه. مره اخرى فلا تجعلوا لله اندادا شبهاء ونظراء، فلا تصرفون لهم ما لا يصرف الا لله، من الدعاء والذبح وغيره. وانتم تعلمون ماذا؟ تعلمون انه هو المنفرد بالربوبيه لا بد ان تفرد بالالوهيه. كم؟ طيب. نقف هنا بعد العشاء ان شاء الله تعالى نكمل. نسال ماذا اخذنا في الدرس الماضي، ثم ناخذ الدرس الجديد. طيب اعطونا خمس دقائق يا اخوانا. انا ودي انكم يعني انتم تتعاونوا فيما بينكم، انتم مثلا مجموعتكم تتعاونوا فيما بينكم، تراجعوا، تكتبوا الان ما في اشكال، بعد الدرس عندما ننتهي تكتبوا ما في اشكال، لكن وقت الدرس اريد تضبط معي. ليس عندي علم، موجود الكتب ان شاء الله تعالى ننظر مع الاخوه اذا امكن، يعني كانت النسخ تكفي الحمد لله، لا تكفي تأتي والحمد لله في نسخ PDF إلكترونية وما في إشكال وما عندي شيء. لو المتن هذا يكفي إن شاء الله تعالى في مراجعة وضبط الكتاب. طيب طيب، موعدنا إن شاء الله بعد العشاء، ففقط أعطونا خمس دقائق لنراجع ثم
ثم ننصرف، نصلي في المسجد ونرجع مباشرة، يعني مجرد يسلم الإمام هنا ترجع هنا، من أراد أن يبقى هنا هو بالخير، لكن نحن نصلي إن شاء الله في المسجد النبوي. طيب، نعم، ماذا أخذ؟ ماذا أخذنا يا أخوانا؟ نريد غير المشار، نعم أخذ. لماذا لا ندرس التوحيد؟ وأخذنا المسائل الأربعة. والأصول الثلاثة مسألة القبر. نعم أكمل. أجلس. الله يبارك فيك. ها الشيخ. وغيرها. وأشياء مسائل الثلاثة. توحيد الربوبية أسماء الصفات توحيد الألوهية البراءة من الشرك غيره. لماذا ندرس التوحيد غيره؟ يا أخوان المشارف إنا لله نعم توقف نعم الحنيفية هي الملة المائلة عن الشرك المبنية على الإخلاص والتوحيد ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام غيره داخل آشر أوقف يا أخوان أنا أساعدكم بس أعطوني نصف الكلام بس من البداية إلى النهاية من الوسط من أي مكان مسألة أربع ما هي الأولى العلم والثاني العمل والثالث والرابع أقسام الصبر الأول على طاعة الله حتى تؤدي الثاني عن معصية الله عن معصية الله حتى تجتنب ما تقول الصبر عن معصية مشكلة والثالث على اختيار الله الله يفتح عليك غيره نعم وانت واقف اول نداء او يا ايها الناس اعبدوا ربكم فيها اول نداء واول امر واول نهي اول نداء واول امر بالتوحيد وقلنا معنا اعبدوا كل عباده القران فمعناها التوحيد تمام فلا تجعلوا لله اندادا الند الشبيه والنظير والمثيل وانتم تعلمون ان الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالربوبيه لا بد ان يفرد بالالوهيه الله بارك فيك نعم ترى القلم هذا لازم اخذه نعم يا شيخ محمد عبد الوهاب نعم في الاجمال ثم التفصيل من عاده المؤلف ان يجمل ثم يفصل فذكر قال العلم هو معرفه الله ومعرفه النبي ومعرفه دين الاسلام بالادله ومن عادة أن يذكر الدليل وقلنا هذا من أهم ما يكون وقلنا من عادة أيضا إيش الدعاء للطالب هذه ثلاثة أشياء أظن أخذناها اليوم في مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب وسوف ترى إذا انجلى المبار أفرس ركبت أم حمار سترى بإذن الله ثمرة هذه الكتب وقيمة يعني تعلمها وضبطها وحفظها إخواننا محمد بن عبد الوهاب بن باز بن عثيمين وشيخ عبد الرحيم الله جميعا كان يستطيع ان يؤلف احسن ممكن تقول لكن ما استطاع ليش؟ لانه هذا سبقه في العلم صح والواجب نسير على ايش؟ على طريقه هؤلاء فسبقه اخذ يشرح هذه الكتب وضع الله في علمهم البركه مفهوم هذه الطريقه يا اخواننا طريقه السلف ها؟ طيب فالله بكتب السلف يا اخواننا بالكتب التي اوصى بها العلماء حفظ المتون العلميه طيب اسال الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا بعد العشاء ان شاء الله تعالى